والحمد لله على التوفيق. هذا توفيق من الله، وهذه البطولة اللي اشتركت فيها اللي حصلت مركز الأول 308، والحمد لله على التوفيق، جزاكم الله خير. هذه مبادرة طيبة جدا جدا ممتازة صراحة. اللي عنده سلاح صرح، واللي ما عنده راح يشري من المعرض وصرح الحمد لله. وهذه بطولة أول سنة والحمد لله لانت إعجاب الجمهور وشاركوا بعدد كبير الحمد لله. أنا قاطع رماية 3 سنوات تقريبا، لكن حمستنا على البطولة، بطولة مميزة ونسختها الأولى وإن شاء الله مش الأخيرة. شجعت الرماة كلهم ممن عندهم أسلحة غير مرخصة، رخصوا أسلحتهم وصار تنافس كبير بين رماة. فالبطولة لها قيمة معنوية كبيرة يعني للرماة جميعا. والله رب يسلمك أبويا وأمي، شجعوني على 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 الرماية، معلمينا من يوم نحن صغار. هي حصلت على المركز الأول في أبو ظبي والمركز الثاني في دبي، واليوم بعد المركز الثالث في هذا النادي.